السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت سألني عندي سؤال. تفضل. ليه دايما عند أحد الأشخاص يقطع بيه؟ وأعلم يقينا أنه كي يعطيني هذا الدين، أعلم أنه سوف يأخذ قرضا ربويا على المعاش. هل هو معسر؟ هل هو معسر؟ نعم مؤسر، ولا يستطيع إلا أن يأخذ قرضا ربويا على معاش. أقول إن رب العزة سبحانه وتعالى قال: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنظرت وما زال معسرا وما زال معسرا، نعم أنظره أيضا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أسامح يعني؟ والله تكون فعلت خيرا كبيرا إذا كنت قد وسع الله عليك. أسامح في كل المال مثلا؟ والله أيضا أنت وحالك، أنت ينظر إلى حالك وحاله. هل أنا علي إيه إن لم أسامح وهو أتى بالمال من هذا القرض الربوي؟ ما أنت بكريم الأخلاق، إن أنت حملته وهو مضطر على أن يرابي وليس تحبسه، فيعني يكفيك كلام الله إذا كنت تعقل. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم. حديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أيضا ثابت في الباب.